تصدح نغمات موسيقية كلاسيكية في الصباح الباكر متمازجة مع أبواق السيارات وهديل الحمام وضجيج ورش البناء. فقد اختار موسيقيان العزف للمرة من خلف واجهة متجر في نيويورك بعدما حرمتهما الجائحة الاحتكاك المباشر مع الجمهور. ففي انتظار عودة الحفلات إلى طبيعتها، يقدم مركز كوفمان الموسيقي في حي أبر ويست سايد هذا البرنامج المسمى ميوزيكال ستور فرونتس أو الواجهات الموسيقية، ما يتيح للموسيقيين تقديم عروض في الشارع من خلف واجهات زجاجية. I think musicians worldwide have been really starved for that experience. We've been continuing to practice on our own and make music on our own, but to make music with another person, number one, and also to play for a live audience is really something we've been very starved for. ومن دون قاعة للحفلات أو مقاعد، قدم الموسيقيان التواقان لإعادة التواصل البشري مع المتفرجين حفلة من خلف زجاج متجر. It's really a reciprocal relationship that we need audience, the audience needs us, and being able to bring the music to people like we did today is really something unique and special. Yeah. واعتبارا من الثاني من نيسان أبريل، سيسمح لقاعات الحفلات بإعادة فتح أبوابها أمام الجمهور في نيويورك على ألا يتعدى عدد المتفرجين 33% من القدرة الاستيعابية الاعتيادية أو 100 شخص كحد أقصى.